غتشارك فيها مجموعه ديال التشكيلات الامنيه اللي تتوفر عليها المديريه العامه الوطنيه ولايه الامن في اطار ما يسمى بالفتره المرحليه للاستراتيجيه الامنيه 2022-2026. هذا التامين غيبان لكم من خلال انتشار ديال مختلف الاشكال ديال التكوينات ديال الشرطه ديال ولايه امن الرباط عبر شرطة ابتداء من شرطة المرور في مختلف المحاور الرئيسية ديال المدينة لتأمين السير والجولان، كذلك نجدات سيارات ديال النجدة، كذلك الدراجيين باش يكون واحد الانتشار محكم وتربيع للمدينة ككل. كذلك كاين في إطار هذه الخطة الأمنية سياسة السدود اللي هي قضائية في مداخل المدينة، وكذلك سدود إدارية تكميلية في المحاور اللي هي وسط المدينة باش حتى شي باش لتفادي باش تكون زيرو ريسك، ولو انه ما كاينش ولكن ان شاء الله زيرو ريسك غادي تاخ اسيغي هاد الليله هذه ان شاء الله. قائد حراس أمن إقليمي رئيس قيادة هيئة حضرية بولاية أمن الرباط. حنا اليوم في إطار الاحتفالات بحلول السنة الميلادية الجديدة 2023، بهذه المناسبة هذه المدير العام للأمن الوطني سخرت مجموعة من الوسائل المادية والبشرية لإنجاح هذه الحلول ديال السنة الجديدة ولإنجاح الاحتفالات اللي غتقام مدينة الرباط. كيف ما شفتوا في الاستعراض ديال القوات المشاركة، جميع الموحدات التابعة للمدير العام الوطني ممتلة، جميع التشكيلات وانواع ديالها، الفرق ديال التدخل الخاصه، القوات العموميه، العناصر ديال فرقه المرور، التغطيه كتشمل العناصر ديال المرور غيسهلوا الشير والجولان ديال السيارات، مجموعه من السدود الاداريه اللي غدير المراقبات، والفرق الخاصه اللي عندها مهام حسب التوصيات ولي كونسيل اللي عندهم هما خاصين بالطبيعه ديال التشكيلات ديال المجموعه اللي كينتموا ليها. في هذا الاطار هذا اللحظات غتكون انطلاقه ديال العناصر المشتركه في هذا العمل التنظيمي اتجاه النقط ديال التعيين من اجل التامين ومن اجل باش تمر هذه الاحتفالات ديال حلول السنه الجديده ان شاء الله في احسن الاحوال. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، اكثر من مجرد خبر.